بكم في كلايمت ناو، موعدنا الشهري للحديث عن آخر المستجدات على سطح الكوكب. اليوم نسلط الضوء على ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وما يعنيه هذا الأمر بالنسبة لي ولكم. كلما تعرفنا أكثر على القطب الجنوبي وغرينلاند، بدا المستقبل أكثر قطامة. إليكم أحدث البيانات الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ. كان شهر أكتوبر هو الأكثر دفئاً في كل أوروبا، حيث بلغت درجات الحرارة 1.6 درجة مئوية فوق المتوسط مقارنة بالفترة ما بين 81 و2010. كان الجو أكثر دفئاً، وهنا في أوروبا الغربية كان الجو أكثر رطوبة وعاصفاً بشدة. اجتاحت العاصفة أليكس المنطقة وأسفرت عن سقوط ضحايا وخلفت دماراً وفيضانات، وتنعكس هذه التغيرات في التالي. شهدت هذه المناطق باللون الأزرق هطول أمطار أكثر من المتوسط في الشهر الماضي. كما يمكننا أن نلحظ أن المناطق الملونة بالأزرق هي أكثر رطوبة من المتوسط، وفي القوقاز وأوكرانيا وروسيا الغربية كان الجو أكثر جفافاً. آخر الأخبار المهمة أيضاً عن أكتوبر هي انخفاض قياسي في نسبة الجليد البحري بالقطب الشمالي. هذه المنطقة الملونة بالأحمر منخفضة جداً بالنسبة لهذا الموسم، حيث يجب أن يتشكل الجليد البحري إلا أنه لم يتجمد. هذا الخط يشير إلى ما يسمى الممر الشمالي الشرقي، نظرياً هو طريق شحن بين آسيا وأوروبا، وخلال الأشهر الأربعة الماضية كان خالياً من الجليد. يختفي الجليد في أجزاء من القطب الشمالي ويدوب أيضاً في غرينلاند والقطب الجنوبي، ولا ننسى أن ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي لا يرفع مستويات سطح البحر لأنه يطفو في المحيط المتجمد الشمالي، لكن ذوبان الجليد يرفع مستويات سطح البحر، وتتسارع هذه الظاهرة وتثير تساؤلات عدة حول كيفية تفاعل القطب الجنوبي وغرينلاند مع ارتفاع درجة الحرارة. تناولت هذا الملف مع العديد من الخبراء لاكتشاف المزيد. بداية من ألمانيا. هنا في بوتسدام قام أندرس ليفرمان بتحفيز كيفية ارتفاع مستوى سطح البحر مع ذوبان القطب الجنوبي. تظهر التوقعات أن درجة واحدة مئوية من الاحتباس الحراري لدينا تتسبب في نهاية المطاف برفع مستويات سطح البحر بمقدار مترين ونصف المتر لمئات السنين من الآن. أظن ما حدث ولا يزال يحدث في القطب الجنوبي هو أننا نفقد الجليد والمنطقة أصبحت غير مستقرة غرب أنتاركتيكا، وما يمكن أن يحدث في المستقبل مع ارتفاع حوالي درجتين أو ثلاث درجات هو أن حوض ويلكس شارك القطب الجنوبي سيصبح غير مستقر وسيفقد الجليد أيضاً. يشعر علماء بالقلق جراء خطر انهيار قريب لنهر ثويتس الجليدي الضخم في القطب الجنوبي، ما قد يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستوى سطح البحر بأكثر من 60 سنتيمتراً. المياه الدافئة تنتشر تحت هذا الامتداد العائم وتساهم بذوبانه. هو أمر مهم جداً لأن الجزء العائم، الجرف الجليدي، يحد من تدفق الجليد الداخلي، وإذا حدث أي خلل يتدفق الجليد الداخلي بشكل أسرع، لذا يتوجه المزيد من الجليد من أعلى النهر إلى البحر. تسارع ذوبان السطح وانفصال الركام الجليدي في غرينلاند خلال العشرين سنة الماضية، ووفقاً للدكتورة روت مورترام من معهد الأرصاد الجوية الدنماركي، فإن معظم التغيرات الآن سببها التحولات في الطقس. في فصل الشتاء نشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج، وهو أمر طبيعي جداً في غرينلاند. نشهد سنوات يتساقط فيها الثلج بكثافة وأخرى يكون أقل فيها. نشهد أيضاً تساقط المزيد من الأمطار، لكن حتى وأن تساقطت نفس كمية الثلوج والأمطار فهناك الكثير من العوامل المختلفة المسؤولة. في السنوات الخمس الماضية ارتفع مستوى سطح البحر بأكثر من 5 مليمترات سنوياً، ويتسارع المعدل مع استمرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للمدن الساحلية فإن توقعات البروفيسور ليفرمان تستحق التأمل. إذا وصلنا إلى 4 درجات بنهاية هذا القرن، فهذا يعني ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بأكثر من 10 أمتار على المدى الطويل، وهذا يعني أنه سيتعين علينا التخلي عن المدن الساحلية مثل نيويورك ونيو أورليانز وروتردام وهامبورغ. لمزيد من الأخبار عن ارتفاع مستوى سطح البحر والاطلاع على جميع البيانات، زوروا موقعنا على الإنترنت. euronews.com/climatenow. إلى اللقاء.